كيف تكون أفضل رجل مبيعات في العالم؟ اسمع من قصة هذا الرجل جو جيرارد الذي دخل موسوعة جينيس كأفضل رجل مبيعات في العالم وصاحب كتاب How to Sell Anything to Anybody. وهذا الرجل تميز بميزة رائعة وبصير خطير جدا جعله من أفضل رجال المبيعات على مستوى العالم، وهو أنه كان دائما يتعلم من صفقات البيع الفاشلة أو من الحماقات التي كان يرتكبها في صفقات البيع الفاشلة، ويعمل على تجنب هذه الحماقات في صفقات البيع المقبلة. وخلينا أحكي لك، لازم أنت تكون مثل هذا الرجل، أنه أنت تتعلم دائما من أخطائك وأنه ما تكرر الأخطاء اللي أنت بتقع فيها بشكل متكرر، وهذا هو سر النجاح والتميز عن غيرك. وخلينا أحكي لك، إذا استفدت من هذا الفيديو معلومة رائعة، فبتمنى أنه أنت تشترك في قناتي وتعجب بهذا الفيديو. خليني أشوفك في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى.